مشاهدينا هننتقل مع حضراتكم لملف اخر وموضوع اخر، ويمكن اتكلمنا عليه في بدايه حلقتنا، وهي فعاليات التدريب البحري الجوي المصري اليوناني القبرصي المشترك ميدوزا 10، واللي بدات امبارح في مسرح عمليات البحر المتوسط بمشاركه عناصر من القوات الجويه والبحريه المصريه اليونانيه والقبرصيه، بمشاركه فرنسيه اماراتيه، وبوجود السعوديه وامريكا والبحرين والسودان والاردن ايطاليا المانيا وبصفتهم مراقبين. عشان نعرف اهميه هذا التدريب ميدوزا 10 بننضم لينا على التليفون اللواء ناجي شهود المستشار باكاديميه ناصر العسكريه العليا. صباح الخير على حضرتك يا فندم، واهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا سيده جمانه، اهلا بحضرتك واهلا بزملاء العمل في الاستوديو واهلا بالساده المشاهدين لكل صباح الخير يا مصر. اهلا بيك يا فندم. يعني في البدايه نحب نعرف من حضرتك مدى اهميه هذه التدريبات، خاصه انه في الفتره اللي فاتت يعني شهدنا تدريبات مشتركه كتير جدا بين مصر وفرنسا، مصر وبريطانيا، يعني كان هناك العديد من التدريبات. عايز اعرف من حضرتك الدلالات اللي بتشوفها في هذه التدريبات، ولو اتكلمنا تحديدا عن التدريب البحري الجوي المشترك المصري اليوناني القبرصي. طيب بداية بنحط شوية أسس واحنا بنتكلم يا جمانة، هل ممكن اثنين يتدربوا مع بعض ويقعدوا يحطوا قواتهم سلاح مع بعض إلا إذا كان هناك توافق سياسي وفكر سياسي واحد واتفاق على مبادئ وأسس معينة بيعمل بها هذه الأطراف؟ بالطبع لا. بالطبع لا، إجابتك واضحة. هل إحنا محتاجين كمصر إن الدنيا تشوفنا وننفتح على العالم وابتدوا يشوفوا مصر اللي كانت مغلقة من سنة 95 ومحدش شايفها، وكان هذا مستهدف إن القوى الناعمة المصرية لا تظهر للعالم ومحدش يعرف المصريين؟ أيوه آن الأوان. هل هناك مصالح مصرية في البحر المتوسط تستدعي تنشيط القوات البحرية المصرية مع القوات الجوية المصرية مع كل قوة لها مشاركه وتواجد على البحر المتوسط لمصالح مشتركه؟ ايوه طبعا. انا عندي قبرص، عندي اليونان، عندي فرنسا، عندي دول مشاركين فعلا. عندي بعد كده دول ثلاث دول في شمال المتوسط. عندك مصر جنوب المتوسط، احنا محزمين البحر المتوسط بالمصالح. بالاضافه للامارات مشاركه معاها. المدهش كمان يا جمانه ان انا عندي مشارك بقى مراقب مش مشارك. المانيا، ايطاليا، أمريكا جاية تتفرج تشوف أوروبا بتعمل إيه مع المصريين، والتدريب ده مدى إضافته أضاف إيه للمصريين وأضاف إيه للأوروبيين، باعتبار إن حلف الناتو بيضم الجميع. خدي بالك إن من مراقبين برضو في ثلاث دول مشاركين مع مصر في حوض البحر الأحمر. الإمارات، السودان، السعودية، الأردن ومصر. طيب هل التدريب المشترك إحنا كإخوات مسلحة لغتنا واضحة وصريحه ومفهومه يا جماعه، بنتكلم لغه واحده احنا وكل الدول اللي بتتعامل بالعمل العسكري. برضه تعودنا يا جماعه ان القوات المسلحه في رقبتها مسؤوليه قياده مسيره الدول في المواقف الصعبه. طب هل احنا بنمر بمرحله صعبه ومتغيره في حياه شعبنا وشعوب المنطقه وبالذات التوترات الدائمه في البحر المتوسط؟ ايوه. هل ليها مصالح اقتصاديه تتوافق مع مصالح قبرص واليونان وايطاليا وفرنسا؟ ايوه. هل احنا نسعى لمشاكل؟ لا. هل ببعت رساله للدنيا كلها رساله ايجابيه ولا رساله سلبيه؟ هل انا بالتدريب ده بخوف حد، بهدد حد؟ لا، احنا مش بتوع الكلام ده. يا جمانه انت دينك وعملك وعبادتك وفكرك وثقافتك واخلاقياتك كدوله لا تسمح ان انا لا اقترب من حد ولا اهدد حد. طيب هل الدول اللي بتيجي عندي مستفيده مني في اني تعرف انا وصلت لايه في تكتيكاتي وفي تسليحي وفي خبراتي وفي قدرتي على احتواء ومقاومه الارهاب اللي الارهابيين فيه يا جمانه مستاجرين؟ خدي بالك دول اجراء موظفين. طبعا هيخلصوا وظيفتهم وهيطلعوا معاش، يعني ايه؟ يعني هيرجعوا بلادهم. اما يرجعوا معاش يا جمانه هيدوروا على شغل اضافي، الشغل الاضافي ايه؟ نبتدي نمارس الارهاب في بلدنا. ما هم مش زيك. انت فاهمه وقاعده منفتحه وعارفه دينك وعارفه الحرام والحلال. هم اطفال مغيبين، اهاليهم غيبوهم وقالوا لهم ان جمانه ونجد كفره لازم نقتلهم. فهم راجعين بلادهم ايا كان اللغه اللي بيتحدثوا بيها او ايا كانت الجنسيه اللي بيحملوها. طيب هل هذه الدول محتاجه تتفهم كيف انجزت مصر وكيف نجحت مصر في السيطره على هذا الامر؟ ايوه. طيب خبرات مقاومه الارهاب دي هم محتاجينها بشكل او اخر، هتمثل لهم اضافه مهمه جدا. ودي بالك التدريب شامل قوات بحريه وقوات جويه. قوات بحريه دي كلمه أربع خمس حروف، لكن لما تدخلي جواها
بتشوفي اللانشات، تشوفي الغواصات، تشوفي المدمرات، تشوفي الفرقاطات، تشوفي حاملات الطائرات، دنيا تانية يا جمانة. القوات الجوية برضو كلمة من 4 حروف لكن جواها دنيا تانية ودولة تانية. طب أما ندمج دول مع بعض، مصر قواتها البحرية مع الجوية مع 4 5 دول كبار مش صغيرين، قبرص، اليونان، فرنسا، الإمارات جاية تشوف البحر المتوسط وأنشطته، هل هذا بيضيف لكل منهم؟ أيوه. أنا مستفيد كمصر وناجي شهود؟ أيوه أنا مستفيد من هذا الأمر، مصر مستفيدة وأنت مستفيدة. خدي بالك إن الخطة التدريب المشترك يا جمانة مسألة ما بتبقاش بين يوم وليلة، يعني إحنا مش بنصحى الصبح ما تيجي نروح نعمل تدريب مشترك النهاردة مع فرنسا يا أولاد. أكيد لا طبعًا يا فندم. أكيد لا، برافو عليكي، ده خطة معدة مسبقًا ومتنسقة ومترتبة طبقًا للتوقيتات ومربوطة بحسابات تشغيل خطة مدروسة ورسائل مترتبة عليها مدروسة يعني. طب أكيد يا فندم. طيب يمكن دي الدلالات، حضرتك كلمتنا طبعا باستفاضة عن الدلالات، لكن المحاور اللي بيعتمد عليها هذا التدريب، يعني الرسائل اللي بتوجه للعالم من خلال هذا التدريب، وإن كانت طبعا يعني رسائل بتوجه للداخل أو للخارج كمان. للداخل، الداخل يهمني بالمقام الأول، الإنسان المصري لازم يطمئن إلى أن بحر خط البحر المتوسط اللي كان في وقت من الأوقات هو منبع الإمداد للإرهابيين بكل احتياجاتهم بقى هناك سيطرة كاملة عليه. بنقول للخارج أن الدول دي متفاهمة، اللي عايز يلعب بالنار يلعب بس يبقى عارف أنه هيتحرق، لأن أوروبا متفاهمة ثقافة الإنسان المصري بعد ما قرأت الإمكانيات المصرية والقدرات المصرية والرؤية المصرية في مصالح الآخرين. الرسالة للداخل يا شعب مصر اطمئن، زي ما الله يرحمه أنور السادات قال فليطمئن هذا الشعب أن أصبح له درع وسيف. الكلام ده احنا حريصين عليه من 73. وللخارج بنقول احنا ما بنقربش من حد ومحدش يقرب مني، عشان اللي يقرب مني مش يعني مش هينبسط، هيتوجع كتير قوي طبعا. للحق يجب ان يكون هناك قوه تحميه يا فندم. يعني انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم المستشار اللواء عفوا ناجي شهود، المستشار باكاديميه ناصر العسكريه العليا. بشكرك يا فندم شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والايضاحات.